قلبي، هيرفدوك يا حبيبي، هيقطعوا عيشك. يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، لاني ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيدة نفيسة تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشدة اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازة ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حتة قماشة 6 متر من بيتي هعملهم جلابية. امي عايزة قماشة من بيتي. دي مهزلة، المدرسة دي لازم تتقفل. استر يا رب. كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. ست حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير. محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة، خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام، وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوية اخلص سمحت يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما واروح، الهي هتشلي واقع قدام سعادتك مسلول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطر ويفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا ده النتاني والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي دي، هي دي. الهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بي؟ يعني معليك مش زعلان مني انني ضربت معليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافأة يا استاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعى تكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا، تعال اقف قدامي هنا. تعال يا فندم، تعال هنا. اوكي دونت تاتش، دونت تاتش، دونت تاتش. طب وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. ام فاين ام فاين. طب اسمع يا اخويا، انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثة إن ما أعربت صح لكون مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا أخوي. أنا وإن كنت الأخير زمانه لا آت بما لم يستطعه الأوائل. اعرب. لم أدت جازم؟ أيوة. يستطيع فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص فيرب تاني؟ خلاص خلاص يا معالي الوزير، بيقول سعادتك فيرب. معلش فيرب، يعني أنا مدرسة لغة عربية ولا لغة إنجليزية؟ خلاص فيرب يا علاء، بتحرجني قدام معالي الوزير عشان خاطري. عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزة يا معالي الوزير، أنا مش قادر أصدق لو داني ولا عينيا. سعادة الوزير، أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس أنتوا فاجئتوني، أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس، الموضوع جه فجأة. فسيبونا يعني نستخير الست الوالده وناخد من ثلاثه نفكر، واللي في الخير يقدمه ربنا. اخوك رمضان مبروك ابو العالمين حموده، مدرس اللغه العربيه الجديد. تشرفنا يا استاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ انا فريد باهر. اهلا وسهلا، تشرفني. المدرسه ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي قول لي يا استاذ فريد، هو انت ما عندكش حصه ولا ايه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي ايه بس يا استاذ رمضان؟ اصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسه ما وراكش حاجه. تخيل تخيل يا استاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصه، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بت، عدي يا بت، بلاش لكاع، عدي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصه. يا صلاه النبي احسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخره.
يا استاذ رمضان، الطلبه اللي هنا المدرسه بالنسبه لهم فسحه، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. يا ابن خيبه، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزه السفره ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متاثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. ايه يا استاذ رمضان، دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه. سباحه والناصر عارف ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدى. ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل؟ اقعد يا هلا اقعد. انت يا بت اقعد على التخته بتاعتك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ، اقعد مكانك يا اخوي. ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت يا ده بشعر معفن انت. تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي تقوموا تقفوا. قيام. تنفخ ليه يا رحمامة؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. كويس قوي، ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. اياك تفتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا اخي انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزعهم ترزعهم. ايه يا ابني دي؟ ايه دي؟ اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه 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 ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابه السوداء جايه لحد دماغك، بكره دي يتحلق بدل ما احرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا يا اهلا، باين عليك الصيحه. انبسط. أمانة عليك وأنت قاعد في البيت، يبقى هات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط وأكياس الدم الملوث واللي أنت عارفه، يمكن يمكن حد يهتم. أوكي أوكي. أنا بشحت منك هذا اللي يتعدل. أوكي. وأنت يا أخويا اسمك إيه؟ اسمي أمير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. إحنا هنستظرف يا دي أنت ولا إيه؟ مش بستظرف والله، حضرتك أشرح لك الموضوع. اشرح لي يا أخويا. ماما كانت عايزة تسميني أمير وبابا عايز يسميني وائل، اتخانقوا. أمي كانت حامل في شهر رابع فهو مش عايز ألاقيها، يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه أمير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي أم أبويا ما بتحبش أمي أساس، فقالت خلاص نسميه وائل، فأم تقول لأ أمير ودي تقول وائل. بعد اسكت بقول لك. ما هو بعد كده بقول لك أني مالي أني مالي يا رزق، أنا ما أحب أندهك. أقول لك إيه يا جلال؟ يا جلال يا جلال، شكلك رخم وسنتك سودة مطينة معايا. أنفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت، من ساعة ما دخلت شكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عادي يكون اللي في بالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا. اتفضل لحظة واحدة لحظة واحدة. ما ينفعش تقعد كده. هات يا بنت انت منديل ولا حاجة. هاتي حاجة. هاتي يا بنت، الله يخرب بيتك. اتفضل استريح. اتفضل اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو. اسمع يا حبيبي، أنا اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصياً، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعاً الكلام ده مش ليك أنت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا أستاذ رمضان، قلت له أنا ما بحبش الحلفان، إنجز، عايز مني إيه؟ قال لي العيال ده هون أمانة في رقبتك، وأنا يمكن أخون الأمانة، يعني لو أنتوا فاكرين إن أنتوا مسنودين أنا كمان مسنود. يوه يوه وات كارون بيبول. اهلا اهلا يا حيلتها. اهلا، كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي مخلص. مين جيجي ده؟ هي جيجي. هي ده هي. اهلا يا ست جيجي، كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه وكنتوا فين؟ تيجي ايزي، شي هاد بوي فريند بروبلم سو اي كانت جست ووتر اوت. هير بوي فريند از ا بيت اوف ان ايديوت يا سو اي جست يو نو ستيبت اب تو هير اند سيد وات واتس جوين اون مي واتس رونج وذ يو مان. خلاص خلاص خلاص، اذا كان على كده براءه. تف يا بنت اللي بقى انا وغوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوه يا ولا؟ شكلك نسيت التعليق اللي في السقف. ها اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمع انت وهو، هي كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب مش معايا. لا في كتاب، هات يا بنت الكتاب ده. ايه بس انا سقطت. ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعال يا شريف يا خرسان، اهدي. صفر. يلا غور في داهيه. تعالي النبي، صفر كلكم. ايه
ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه خلاص. اذا كان ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتن انجليزي على طول. ده العيال وانا نفسي النوم كنت حافظ الفيه ابني مالك. طب يا اخي روق كده امال وقرب منهم صاحبهم شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول وانا بشرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسواح افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت. بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات. وحياه النبي خدتها ورميتها. بقوا يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت. الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر؟ يا خبر اسواح البت بنتي طول النهار قاعده قدامه. روح الحق بنتك روح. اهدي مضاف اليه مرفوع بالضمه في شارع مين دي يا ابن عبد الحميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخليه. ايوه شهاب ابنه بس وزير الداخليه على عينه وعلى راسي. انما الصرف والنحو دي مسؤوليه تاني. عظيم بيمين ابدا لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه وزير الداخليه يا عم طه؟ لا 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 ما تطولش يا رمضان ده وزير الداخليه. نختي انا مالي انا بشكرك والله على المعامله الطيبه الف شكر. مع الوزير؟ ايوه مع عليك. مع سعادتك اكيد يا فندم. هنوصل الاستاذ رمضان لحد باب البيت اكيد يا فندم. مع سعادتك يا فندم. مع الوزير يا باشا. ازاي ما عليك الف شكر على الاهتمام ده. ربنا يبارك في حضرتك ربنا يخليك. لا شهاب شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا يا